السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة مختاتك. واليوم ريلمي راح تعلن عن جهاز اللي هو ريلمي كيو 3 برو بعد أيام بداخل العراق، فحبيت أوضح لكم من هذه النسخة هل هي تستحق الشراء أو لا على الأسعار المعروضة، وأيضا شنو الشغلات اللي لاحظتها على هذا الجهاز. أول شيء، هذا الجهاز نزل بالصين من شهر 5 تقريبا السابق. هذا النسخة تحديدا اللي جاي العراق مع مواصفات معالج 768 جي من كوالكوم. هذا هو كان نسخة الكرنفال يسموها بالصين، واللي راح تنزل عندنا اسمها سبيشال أو برو سبيشال حسب الاسم اللي راح ينكتب داخل الجهاز. هذه النسخة أول شيء نسخة صينية، هذا الشيء محير إنه هل هذه النسخة مخصصة فقط للعراق، لأنه ما نزلت بشكل عالمي لا بالهند ولا بشكل عالمي لحد الآن، وبالتالي هذه النسخة ممكن مخصصة وموجهة للعراق مع روم عالمي. ولكن هنا راح أقول لك إنه أنت ما عندك مشكلة باعتبار إنه عندنا وكالة بتريلمي بداخل العراق، فمن الممكن إذا كان إشكالات بمسألة الروم العالمي ومشاكل السوفتوير فأنت عندك ضمان، بالتالي راح تحصل المفروض على دعم من خلال الشركة أو الوكالات مال شركة ريلمي داخل العراق. فأول نقطة لاحظتها أن الجهاز هو نسخة صينية موجه للعراق فقط، ما متوجه لحد الآن لغير دولة. أول هاي وحدة. الشغلة الثانية، الجهاز بشكل عام راح يكون تصميم بلاستيك من ناحية الغطاء الخلفي، بالإضافة إلى 3 كاميرات الخلفية والإطارات أيضا بلاستيكية. الشاشة الأمامية راح تكون هي نوع الأموليد، ومن المفترض تكون مع هذه الفئة السعرية أو مع الكيو هي من شركة بي أو إي مو من سامسونج، فبالتالي راح تحصل على شاشة بمقاس أقل من 6.5 تقريبا، ومع تردد 120 هرتز يدعمها المعالج، ولكن ما راح تستفيد من عده أكيد، هذا كله متفقين على الموضوع، وأيضا مع معدل اللمس 360 هرتز. هذه الشاشة أيضا راح تمتلك بصمة تحت الشاشة من ناحية وجود السنسر الخاص بمسألة الأمان للجهاز. جهاز ما يملك SD كارت من ناحية السلوت الخاص بالSD كارت. عندنا منفذ السماعات وعندنا سبيكر مونو وليس ستيريو، بالإضافة إلى أنه وجود المعالج اللي هو يكون بتقنية 7 نانوميتر اللي هو 768 جي، واللي يختلف عن 778 الأحدث أنه هذاك 6 نانو وهذا 7 نانو، بالإضافة إلى اختلاف أنواع الأنوية، وبالتالي هذا المعالج شفناه مع هواتف ثانية. هذا المعالج حيقدم لك جي بي يو من المفترض على الأرقام لأكثر من 700 ميجا هرتز، فبالتالي يكون أفضل من نسخة 778 نوعا ما. فهذا الشيء أيضا نقطة تحسب إلى ريلمي بإضافة هذا الجهاز مع السعر اللي راح أنطيكم فرصة عنه أو أنطيكم هنت على هذا الموضوع. وأيضا عندنا مسألة البطارية 4500 ملي أم مع وجود 50 واط شاحن، هذا أمر جدا جيد نوعا ما، ولكن استهلاك الشاشة أكيد مع 120 هيرز اللي ما راح تشتغل أو ما راح تستفيد من عدها، أكيد راح يكون الجهاز ينطيك فد أداء معين خلال ساعات اليوم. بالتالي ايضا ننتقل الى مسألة الكاميرات، فعندنا هنا المستشعر الاساسي 64 ميجا بكسل، هذا المستشعر هو من سامسونج، ضعيف في مسألة الاضاءات المنخفضة، وايضا مع الفيديو عند 30 فريم مع الفول اتش دي راح يعطيك يعني فتشي متوسط وجيد نوعا ما، بالاضافة الى مسألة الثمانية الترا وايد واثنين للماكرو. فمجموع هذا الجهاز كله على بعضه بسعر نسخة 822 جيجا بايت عند 240 دولار أنا أنصحكم به كجهاز متوسط، راح تأخذ ببطارية شحن سريع عفوا، شاشة معتدلة عند 600 نتس، بصمة تحت الشاشة وهذه الأمور الباقية. فبالتالي أنا نوعا ما أنصح بهذا الجهاز على هذا السعر، سعر مميز. نسخة 12 مع 128 جيجا بايت هي أصلا بالصين ما موجودة، فهذا تعديل ثاني ممكن موجه للعراق، فبالتالي تأخذ الثمانية جدا ممتازة. ناحية الفيرجوال رام ما أتوقع لأن يو اف اس الموجود على نوعية التخزين هنا هو 3.0 ما مخصص لمسألة الفيرجوال رام، ولكن شركة ريلمي عندها في التقنية بالسوفتوير دعمتها سابقا مع نسخ ثانية من أجهزتها، فبالتالي أيضا راح تحصل فوق الثمانية يمكن 5 أو 3 جيجا. فبالتالي هذا الأمر أنه ما أنصحك لمسألة الفيرجوال رام، فتأخذ نسخة 240 8 128 جيجا بايت أنا أنصح بها، نسخة 12 ما أنصحك بها عند 300 دولار. هذا بشكل مختصر عن نسخة ريلمي كيو 3 برو اللي راح ينزل بعد أيام داخل العراق. تحياتي لكم، نشوفكم بحلقات ثانية من أنصحك لو أضحك عليك.